في عزومات كده بنحسبها مع العزومات المهمة جدا، اللي هي مثلا جاي فيها خطيبك وعيلته وانتوا لسه مخطوبين قبل رمضان بكام اسبوع، فدي بقى اول مرة خطيبك هيجي ونقول له ان انت اللي عاملة الاكل كله وانت بقى تتكسفي ويحصل كل التفاصيل اللي بتحصل في العزومة دي. قبلها طبعا البيت بيكون على رجل، كله بيجري عشان نعمل عزومة تشرف، بيبقى يوم كله كهربا، ده يدوب عزومة في بيت جاي فيها أسرة تانية غير أسرتنا. طيب بقى لو هنعمل حفلة كبيرة، حفلة كبيرة جدا يعني، لا مش كبيرة عادي، حفلة مفيش فيها مجال لغلطة، هنعزم فيها أهم ناس في البلد والبلاد التانية، طيب الناس دي كلها هتقعد فين وهتاكل إيه؟ وباب من الأسئلة والتفاصيل يتفتح وما يتقفلش، وده اللي حصل في حكايتنا النهاردة. مكانها سرايا الجزيرة في الزمالك، والأبطال حسب الظهور والأهمية الإمبراطورة أوجيني والخديوي إسماعيل. يا ترى بقى إيه اللي حصل في القصر؟ إحنا تقريبا كده سنة 1869، وده بقى تاريخ مهم جدا في الحياة المصرية، يعني لو اتسألت كده في مسابقة في الشارع إيه هي أهم أحداث السنة دي، قول على طول افتتاح قناة السويس. الحكاية بدأت قبل التاريخ ده بعشر سنين من الفكرة اللي طرحها ديليسبس على الوالي سعيد. باختصار انت جاي لك حد بيقولك احنا هنربط بحرين ببعض، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، قناة بتفصل ما بين آسيا وأفريقيا وبتسمح بمرور السفن، قناة هتحقق نقلة في عالم التجارة العالمية. وللعلم يعني كان في محاولات من زمان لإيجاد قناة بتربط ما بين النيل وتفتح على البحر الأحمر كده، أفكار ومحاولات كتير جدا، ولكن المؤكد إن البحرين ما تقابلوش إلا بتنفيذ قناة السويس. التنفيذ الفعلي كان من 1859 ل 1869 لما افتتحت القناة. مين بقى كان الخديوي وقتها؟ الخديوي إسماعيل، اللي كان عارف والمشروع شغال إنه لازم يجهز من دلوقتي حفلة الافتتاح. قال لك إحنا لازم نعمل حفلة ما حصلتش ولا هتحصل، ونعزم كل حكام العالم، حفلة يتحاكى عنها العالم بأجمعه، لأنه فعلا حدث يستحق، والضيوف نستقبلهم أفضل استقبال. طيب هنستقبلهم فين؟ هل مثلا ممكن قصر عابدين؟ لا لا لا، إحنا نبني قصر، وكان ليها فعلا قصر الجزيرة في الزمالك. أمر الخديوي إسماعيل المهندس اللي بنى قصر عابدين إنه يبني قصر الجزيرة ويكون قطعة فنية ملهاش مثيل، خصوصا بقى إن الضيوف من بينهم الإمبراطور أوجيني، اللي منين ما هتلاقي اسم الخديوي إسماعيل هتلاقي كلام عن إعجابه بالإمبراطور أوجيني إمبراطورة فرنسا. ويمكن القصة دي في ناس بتأكدها وناس بتنفيها، بس دايما دور بالمنطق هتلاقي إجابات هنعرفها كمان شوي. يلا بقى نجهز للحفلة. حي الزمالك بقى كان شاهد على الحدث ده، لأن هو المكان اللي هنبني فيه القصر. أرض جزيرة الزمالك منطقة سكنية تقدر تقول وقتها كده ملامحها مش واضحة قوي، لحد الحفلة اللي خلت أماكن كتير تتأسس مخصوص عشان ضيوف الحفلة يشوفوها ويتفرجوا عليها. خد عندك بقى جنينة الأسماك معمولة عشان الحفلة، والنية كمان إن إحنا كنا نعمل جنينة الحيوانات بس ما لحقناش، واتعملت واحدة صغيرة كده كانت بداية لفكرة جنينة الحيوانات اللي في الجيزة، بس معاها بقى عملنا كمان جنينة الأسماك كلها. دار الأوبرا كانت معمولة عشان الحفلة، ولو كلمة أوبرا مربوطة دايما بأوبرا عايدة، فأوبرا عايدة كانت معمولة برضو عشان تتقدم يوم الافتتاح، بس اللبس بتاع الأوبرا مخلص فقدمنا للضيوف أوبرا تانية. استقبال الضيوف في ميناء بورسعيد كان طرف الخيط بتاع الاهتمام بكل التفاصيل، كان في فرق خاصة مستنية الضيوف ورافعين يفط عليها أسامي أهم الضيوف، اللي منهم طبعا الإمبراطورة أوجيني اللي الميناء اتسمت باسمها فترة طويلة، ومن بورسعيد الضيوف وصلت القاهرة وخصوصا الزمالك المكان اللي فيه القصر. اللي حصل فيه كده حاجات أشبه بالأساطير، مراسلين بقى جايين من كل أنحاء العالم موجودين في القصر لتغطية أجواء الاحتفال. بعتنا بقى جبنا طباخين من كل حتة، من فرنسا وإيطاليا، وديكورات وإكسسوارات القصر كلها من باريس وألمانيا. القصر أصلا كمان متصمم على شكل قصر الهامبرا اللي في غرناطة، لأن الإمبراطورة أوجيني مولودة هناك. ولمزيد بقى من كرم الضيافة، بمجرد الخديوي إسماعيل معارف إنها بتحب ظهور الكرز، أمر إنها تتزرع تحت شباك إقامتها في القصر. طبعاً كل ده خلاها توصف الحفلة بإنها لم ترى في حياتها أجمل مما رأت. لا ولسه هتشوف كمان، لأنها قبل ما تمشي كنا محضرين لها هدية، محضرين لها أوضة كاملة من الذهب الخالص. وهنا بقى تقول لنفسك السؤال اللي قلنا ممكن نجاوب عليه كمان شوية، هل اهتمام الخديوي إسماعيل بالإمبراطورة أوجيني إيه دلالته بالظبط؟ بصراحة تاريخياً في تفسيرات كتير جداً لده، وارد يكون ليه أكتر من سبب،
إنها مرات نابليون الثالث فبالتالي إمبراطورة فرنسا، فإنها تكون مبهورة بكل أجواء الحفلة دي شيء مهم جدا. وفعلا ده اللي حصل، زيارة الإمبراطورة أوجيني لمصر كانت بداية حبها وعشقها لمصر، لدرجة إن هي بعد وفاة الخديوي إسماعيل كانت بتيجي مصر كتير، ليها صور كده وهي كبيرة وهي بتزور مصر، وده كان تأثير زيارتها ساعة حفلة افتتاح قناة السويس. يعني فعلا اللي حصل معاها كان ليه مردود إيجابي جدا. بس بصراحة بقى كل القصص اللي فيها مشاعر خاصة ما بين أشخاص كده أو أبطال في القصة، مهما عرفنا أو سمعنا منها فيها جزء كده في قلب أصحابها وبس، هنفضل نحلل ونفسر، لكن في النهاية في مساحات هي منطقي جدا إنها تفضل غايبة عننا لأنها في قلوب صحابها. وتمر أيام وليالي والسنين كتيرة بعد حفلة قناة السويس تبقى هي حديث كده كل العالم، لكن بعد سنين بقى وبالتحديد في 1879 يتباع القصر للحكومة المصرية اللي حولته لفندق قصر الجزيرة. وبعد كده نظراً برضو لظروف كتير جداً بعد الحرب العالمية الأولى اتباع القصر تاني لسري لبناني كان اسمه حبيب لطف الله سنة 1919، وبقى السكن الخاص للراجل ده. وفي سنة بقى 1962 اتأمم القصر وتحول برضو الفندق، وفي بداية السبعينات لحد النهاردة بقى واحد من أكبر وأهم فنادق الزمالك اللي أكيد في يوم من الأيام ممكن تكون روحته في فرح بقى في مؤتمر، رحت لأي غرض إن كان وانت بتتمشى فيه، افضل بس تخيل كده ان ده كان مقر سكني، يعني كان في ناس عايشة في كل المساحة المذهلة دي اللي انت طول ما انت ماشي في الزمالك كده بامتداد شوارع كتير فيها انت شايف القصر، ولو انت كده في الشارع هتعدي من جنبه وتسرح وتتخيل ان المكان ده كله كان قصر لسكن ضيوف حفلة افتتاح قناة السويس. وهي دي الحكاية، بتتجمع بقى من كذا زمان ومكان لحد ما تسمعها متوصلة ببعض كده زي بالظبط لوحة الموزايك.